بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الأخلاقي المتجدد على خلق عظيم، يروج هذا البرنامج بشكل عام للفضيلة ومكارم الأخلاق، وبشكل خاص بين أيدينا اليوم فضيلة التعاون. ولقد شرفنا للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ العالم العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بك سيدي. بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. كالعادة لنبدأ بتعريف الموضوع، ما هو التعاون لو تكرمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أستاذ أحمد، من تصميم الله لهذا البشر، لهذا الإنسان، أنه سمح له أن يتقن حاجة، وهو محتاج إلى مليار حاجة، فأن يكون في مجتمع هذا قدره، أن يكون في مجتمع يقدم ويأخذ، يأخذ ويعطي. بشكل عام الإنسان يأخذ ويعطي، لكن لو تتبعنا ذلك في شريحة أخرى، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لهذا أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء، وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء. يا سلام، يا ريت. فأنت تتقن حاجة، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي، هذا مدرس، هذا صانع، هذا مزارع، كل إنسان سمح الله له أن يتقن حاجة. لماذا؟ من أجل أن يأكل. لولا الحاجة إلى الطعام والشراب ما رأيت على وجه الأرض شيئا، لا رأيت جامعة ولا جسرا ولا طريقا ولا معملا ولا أي شيء، ما في حركة أصلا. الحاجة إلى الطعام والشراب جعلت هذا الإنسان كائن متحرك. هو يتقن حاجة ويحتاج إلى مليون حاجة. زر القميص، خبرات ومعامل، القماش، النظارة التي يضعها الإنسان، الجلد الذي يلبسه في قدمه. أنت بحاجة لمليار حاجة. صدقت. وكل حاجة لها أصول ولها علوم ولها تطورات ولها خصائص ولها أرباب، فما لم نكن في مجتمع لا نستطيع أن نعيش. بدليل، لو كلفناك أن تصنع رغيف الخبز، تحتاج إلى أرض تزرعها، وأن تسقيها، وأن تسمدها، وأن تحصدها، وأن تطحنها، وأن تخبزها. وين هذا؟ صعب. تشتري الرغيف جاهز أنت. بكل بساطة. لكن أنت مدرس، تعلم، طبيب، تطبب، فأنت تتقن حاجة وتحتاج إلى مليون حاجة، فأن تكون في مجموع هذا قدرك. شئت أم أبيت، لكن وأنت في مجموع إما أن تصدق ولا سمح الله، أو أن لا تصدق. إما أن تتقن أو أن لا تتقن. إما أن تكون صالحا أو أن لا تكون كذلك. إما أن تكون منصفا أو أن لا تكون كذلك. وأنت مضطر إلى أن تعيش مع من حولك، إما أن تتعاون معهم أو لا تتعاون. فالتعاون فريضة، بل إن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال علماء التفسير: البر صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة. أستاذ أحمد، لا أكتمك أن الطرف الآخر يتعاون إلى أقصى الحدود، يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة. ونحن مع الأسف الشديد نتنافس وبيننا
95% قواسم مشتركة. هذا شيء مؤلم جدا. الغرب إن صنع لعبة للأطفال لا تصلح إلا بالتعاون. نعم. يدخل التعاون مع دمه. صحيح. فأكبر صفة للمجتمع القوي أنه متعاون. قطعة واحدة. وأضعف وأسوأ صفة للمجتمع المتخلف أنه متنافس. لذلك أنا أقول التعاون حضارة، التعاون دين، التعاون وطنية، التعاون تقدم، التعاون قوة. لذلك الأمر الإلهي وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أستاذ أحمد، في عنا وهم نحن أحب أن أوضحه. أن الإنسان إذا صلى وصام وحج وزكى فقد أدى كل ما عليه. أنا أقول لم يؤدي شيئا. المنهج الإلهي يقترب من 500,000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. منهج كامل. فكيف تتعاون مع زملائك في الحرفة؟ ضروري. هلأ نحن حينما نتنافس نضعف جميعا، ولا تنازعوا فتفشلوا. ماذا يقابل التعاون؟ التنازع. أحسنت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلذلك أنا حينما أكون دينا أتعاون. بل فكرة دقيقة، الإنسان معه طبع ومعه تكليف. نعم. ولحكمة بالغة بالغة التكليف يتناقض مع الطبع. بمعنى أنك تريد أن تنام والتكليف يكلفك أن تستيقظ. نعم. لصلاة الفجر. نعم. تناقض الطبع مع التكليف. نعم. الطبع أن تأخذ المال، التكليف أن تنفقه. صحيح. الطبع أن تخوض في فضائح الناس. نعم. والتكليف أن تصمت. نعم. الطبع أن تملأ عينك من محاسن النساء، والتكليف أن تغض البصر. نعم. هناك طبع، يعني خصائص طبعية في الإنسان، وهناك تكاليف. نعم. تتناقض معها. نعم. ما هو ثمن الجنة؟ هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. الله. والدليل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستنبط من هذا التقديم أن الإنسان يتعاون، لأن التعاون تكليف، بقدر طاعته لله. جميل. ويتنافس، لأن التنافس طبع، بقدر بعده عن الله. إن رأيت مجتمع متعاون، مجتمع قريب من الله. إن رأيت مجتمع متنافس، هذا مجتمع بعيد عن الله عز وجل. للأسف الشديد. فالتعاون حضارة، التعاون قوة، التعاون رقي، التعاون أخلاق، التعاون خيري لكل من تعاون. جميل. نعم. سيدي، بعد هذا التعريف الجامع المانع جزاكم الله خيرا، التعاون في القرآن ألا تشير كلمة أو يلبسكم شيعا ليذيق بعضكم بأس بعض؟ هذه ليست من آلام التنافس ومن مصائب التنافس. يعني هو الحقيقة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي الصواعق سابقا والصواريخ لاحقا. يا لطيف يا لطيف، والعياذ بالله. أو من تحت أرجلكم زلازل، هذه الزلازل البراكين والألغام حديثا. لا حول ولا قوة. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الحروب الأهلية هي أشدها، أشد ما يصاب به مجتمع ما، الحرب الأهلية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. السبب أن التعاون يحل هذه المشكلة. التعاون فضيلة، التعاون دين، التعاون خلق، التعاون حضارة، التعاون قوة. لذلك جاء الأمر صريحا. نحن عندنا قاعدة، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. صحيح. ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. قال تعالى وتعاونوا على ماذا؟ أيوة. قال على البر والتقوى. التقوى. قال علماء التفسير البر صلاح الدنيا. جميل. يعني تأمين سكن شبابي، تأمين فرص عمل، استخراج الثروات، تصنيع هذه الثروات، حل مشكلات السدود، تأمين سقيا للمزروعات، استصلاح الأراضي. يعني هذا كله يحتاج إلى تعاون. نعم.
والمجتمع المتقدم الآن متعاون جدا، والمجتمع المتخلف متنافس، والتعاون قمة في الانضباط وقمة في الأخلاق. وأحيانا تأتي القيم مشتركة بين العلم وبين الخلق، فالتعاون قيمة علمية وقيمة خلقية في وقت واحد. جميل. بقابل التنافس، التنافس يضيع تضيع قوانا فيما بيننا، بأسهم بينهم شديد. يعني أحيانا تجد أنه نحن نستورد ولا نصدر، نتنافس ولا نتعاون، وهي كلها وصمات عار بحق أمة تعد المليار ونصف. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، الحديث صحيح. فكيف إذا كانوا 1,500,000,000؟ ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل لأنهم لا يتعاونون. يعني أستاذ أحمد، للتقريب، بلدنا سوريا الطيبة فيها 185,000 كيلومتر مربع، ربع هذه المساحة صالحة للزراعة، المزروع ربع الربع، يعني 1 على 16 مزروع. ومع ذلك عندنا تقريبا 6 ملايين طن قمح في السنة، وحاجتنا مليونان. عندنا محاصيل زيتون تعد الدولة الرابعة في العالم. عندنا 700,000 طن حمضيات. هذا 1 من 16 مزروع. سأنقلك إلى السودان. تفضل سيدي. 2.5 مليون كيلو متر مربع. ونهر النيل معظمه يضيع في البحر. يحتاج هذا البلد إلى 8 مليارات من أجل البنية التحتية. وهناك 3,000 مليار في العالم الغربي للمسلمين. شيء مؤلم جدا. لو تعاوننا والله لحلت كل مشكلاتنا. يعني أنا أقول عدم تعاوننا وصمة عار بحقنا، والتعاون يقوينا جميعا. فعلا. نحتل أفضل أماكن في العالم. معنا أكبر ثروات في العالم. والشعوب الإسلامية أفقر الشعوب في العالم. هذا شيء مؤلم. وأنا أسمح لنفسي أحيانا أن أتكلم بالحقيقة المرة، لأنها في نظري أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. لو تعاوننا، لو تعاونت هذه الأموال الطائلة المودعة في الغرب مع تلبية حاجات المسلمين في بلادهم، تأمين أراضي مستصلحة، تأمين معامل، استخراج ثروات، تعليم الشباب ضروري جدا. يعني الآن تعليم الشباب هذا شيء أساسي. الشباب أمل الأمة. صحيح. الشباب هم المستقبل. هؤلاء الشباب يحتاجون إلى فرصة عمل ومسكن وزوجة. إن لم تلبى هذه الحاجات هم أمام تطرفين، تطرف تشددي التكفير ثم التفجير، وتطرف التفلتي الإباحية. هؤلاء الشباب الذين هم المستقبل أمل الأمة أمام تطرفين، تطرف تشددي وتفلتي. إن لم تلبى هذه الحاجات، حاجات معقولة جدا، تأمين بيت يحتاج إلى تعاون طبعا، تأمين بيت، تأمين فرصة عمل. أنا والله حينما أرى إنسان في عنده عمال كثر أحترمه كثيرا، يفتح بيوت. مرة قال لي أخ من أخواني ما عدت أربحه شيئا، أرباحي صفر. قلت له كم عامل عندك؟ قال لي 84. ما شاء الله. قلت له هذا أكبر ربح، أنت فاتح 84 بيت، ضر 5 أفراد، حوالي 500 إنسان يأكلون من هذا المعمل. هذا أكبر ربح. جميل. وأنا أشكره أنه ما باع المعمل. حياك الله. بعد هذه النصيحة لن يبيع. هذا أكبر ربح. بارك الله بك. فأنت حينما ترى أنه قيمتك بما تقدم لا بما تأخذ. أحسنت. نحن بطولتنا أن نعطي لا أن نأخذ. نعم سيدي. كما قلت قبل قليل، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. طبعا بالفعل. لذلك هم قمم البشر. نعم. فالتعاون أحد أسباب قوتنا. طيب في القرآن تتم لموضوع التعاون في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ما هي منكرات وخسائر ومصائب الفرقة؟ الضعف والدليل، ولا تنازعوا فتفشل. نعم. يعني عفوا، إما أن يكون بأسنا على خصومنا. نعم. أو أن يكون بأسنا بيننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا بقول إنه المسلمون إذا تعاونوا معهم قدرات مذهلة. صحيح.
والله عندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. صحيح. يحتلون مواقع استراتيجية مذهلة. نعم. لهم دخول فلكية. بتعاونهم هم الشعوب الأولى في العالم. طبعا. لكن بتنافسهم ضاعت هذه القوة. فالتعاون أنا بعده حضارة. طبعا. بعده دين. بعده ذكاء. جميل. بعده عقل. بعده تفوق. بعده ضرورة ملحة. نعم. هلا لو نزلنا قليلا الى داخل المجتمع، الى المهن ربما، واشرف المهن في الدنيا هي مهنه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الا يجب ان يشتبك الدعاه الى الله في وحده قلبيه واحده؟ لي جواب حول هذا دقيق. تفضل سيدي. الدعوه الى الله دعوتان. نعم. دعوه الى الله خالصه. نعم. ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. يا لطيف ولا يزول. الدعوة إلى الله الخالصة. لا. من خصائصها الاتباع. لا. والدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون. والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاعتراف بالآخر. نعم. وأما الدعوة إلى الذات من خصائصها إلغاء الآخر. فلذلك نحن نقوى بالتعاون، نتحابب بالتعاون. وجبت محبتي للمتحابين فيها، للمتجالسين فيها، للمتزاورين فيها، للمتباذلين فيها، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبيون. أستاذ أحمد، ذكرت لك قبل قليل. نعم. أن الألعاب التي تصنع لأولاد الطرف الآخر لا يمكن أن تنجح إلا بالتعاون. نعم. يدخل التعاون ككرية في دمهم. الله. ونحن ندخل التنافس ككرية. نعم. في دمنا. لديهم روح الفريق. أبدا. لذلك أنا مرة قرأت لك إعلان عن وظيفة بهولندا. نعم. لفت نظري، كله مألوف، السن والشهادات إلى آخره، بس في فقرة واحدة لا أجدها في مجتمعاتنا. يصلح للعمل ضمن فريق. جميل. ينجز. هناك إنسان لا يصلح أن يعمل ضمن فريق، يتنافس. أما المؤمن يصلح للعمل ضمن فريق. وإذا عز أخوك فهن أنت. بل التنازل فضيلة أحيانا. تتنازل لأخوك هي فضيلة. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. نعم. الذي يتغافل عن دوره. نعم. لصالح الدور. نعم. العام. فأنا أرى والله ما من حاجة نحتاجها الآن كأمة كالتعاون. فعلا. والتعاون نتعاون فيما اتفقنا. نعم. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الآن عندما نفطر سوية ونتسحر سوية ونصلي سوية ونذهب للتراويح. نعم. أليس ضمن مفاهيم الصلاة ونحن في شهر التعاون وشهر الصلاة؟ نعم. نفس يشير إلينا إلى أن نكون كلنا قطعة واحدة متماسكة. نعم. إلهنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، ربنا، لغتنا واحد، أبونا آدم، كل واحد. نعم. يعني هو بالمناسبة، وهذا كلام دقيق جدا. تفضل سيدي. الاختلاف أنواع ثلاثة. اختلاف طبيعي. نعم. ليس مذموما ولا محمودا. نقص معلومات. نعم. يعني نحن ب 29 شعبان سمعنا صوت انفجار. يا ترى مدفع رمضان لما انفجار؟ لا نعرف. ما بنعرف. نعم. هذا اختلفنا. نعم. هذا الاختلاف طبيعي. نعم. نقص المعلومات. نعم. بس في اختلاف قذر. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا اختلاف الحسد. يا لطيف. اختلاف التنافس. لطيف. اختلاف الأهواء. نعم. هذا اختلاف قذر. نعم. وفي اختلاف في الاجتهاد. نعم. هذا اجتهد أن الخير أن يكون داعية. نعم. هذا اجتهد الخير أن ينفق ماله. نعم. أن يبني مستشفى، أن يبني معهد شرعي. نعم. نختلف في اجتهاداتنا. نعم. هذا اختلاف تنافس. جميل. وفي اختلاف قذر. نعم. اختلاف أهواء ومصالح. نعم. وفي اختلاف طبيعي. نعم. فالاختلاف لا بد منه، بس ينبغي أن يكون محمودا. صحيح. اختلاف تنافس، يعني واختلاف ألسنتكم، الاختلاف تنوع، يجب أن لا يتحول الاختلاف إلى خلاف. نعم. ويتحول النقاش إلى نقاش. نعم. وندخل في موضوع. ربما نختم بالسؤال الأخير سيدي لو سمحتم. عندما يكون الفرد المسلم المؤمن متبنيا لفضيلة التعاون ضمن مجموعة غير متبنية لهذا الموضوع، كيف يقنعهم بأنه يجب أن نتشارك جميعا في نفس البوتقة؟ والله هو يقنعهم بلسانه، والأقوى
أن يقنعهم بأفعاله. جميل. حينما يستشيرهم يقدم لهم خبرته، يقدم لهم بعض منجزاته، يسألهم يسألونه. دائما إنسان الناحية النظرية قد لا تكون كافية، أما العملية فإذا كان أصحاب حرفة تعاونوا ربحوا جميعا. جميل. فإذا تنافسوا خسروا جميعا. أقول لك دائما الذي يضعف العمل التجاري التنافس، أما لو تعاون التجار وضعوا أسعار محددة معقولة ما ضرب بعضهم على بعض يرتقون جميعا. شكرا جزيلا فضيلة العالم الدكتور محمد راتب النابلسي، نسأل الله أن نتأسى جميعا بكل الأخلاق النبوية المحمدية الكاملة. وأشكر حضرات السادة المشاهدين على حسن استماعهم، إن شاء الله ترقبوا منا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.